عندنا ان شاء الله ثقه كبيره في لعبتنا. بقالنا فتره بنتمرن مع مدرب ارجنتيني من احسن مدربين العالم، بقالنا يعني يمكن الاتحاد اشهر في شهر 4، كان شهر 5 المدرب عندنا. يعني الحمد لله اجتهدنا ان احنا نجيب مدرب سي في قوي عشان يقدر يحسن اللعيبه باحسن وقت، يعني في اقصر فتره ممكنه. احنا طبعا اكيد اللي بناخد الموضوع خطوه بخطوه. تجربه جميله، بتستضيف مجموعه دول من قارتي اسيا وافريقيا، عندنا وفود تقريبا 140-150 واحد. قدرنا ان احنا ننظم اظن حاجه على مستوى كويس. دايما بنرسل رساله ان احنا مصر تقدر تنظم تصفيات كبيره وبطولات كبيره. حفل الافتتاح معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي ذكر ان احنا السنه دي بنستضيف 158 بطوله عالم، وده رقم يعني انا اتخضيت لما سمعته. فاحنا ماشيين بتوجيهاته طبعا، وبنشكره للدعم المستمر للاتحاد، ونتمنى ان برضه الاتحاد يزيد من هذه البطولات اللي بيتم يعني اللي بتتلعب في مصر. احنا الفتره اللي فاتت دي كنا محضرين تحضيرات جامده جدا مع الاتحاد، جبنا مدرب من احسن المدربين بره بابلو مع كارلوس بيتزيني، ان احنا دلوقتي يبدا يدرب المنتخب، وبقالنا فتره بنعمل تمارين متواصله بدعم من ملاعب كتير قوي دعمتنا في ملاعب، والاتحاد طبعا هو اللي جاب المدرب، وقدرنا ان احنا مستوى اللعيبه يتطور فتره قليله جدا، ان احنا الحمد لله دلوقتي بقى مستوى يشرف ومستوى ينافس. احنا بقالنا 3 شهور بنتمرن معنا مدرب ارجنتيني بطل العالم فوق ال 40، فشخص بطل العالم مدرب وبطل العالم لعيب بيمرنا بقالنا 3 شهور وبقالنا كامب 10 ايام. هو انا فخور طبعا بالمنتخب المصري بتاعنا، وانا مبسوط ان انا جاي هنا، لان انا رياضه البادل بالنسبه لي هي بقت رياضتي، فانا بحبها يعني. وفي نفس الوقت انا يعني انتشار الرياضه في مصر بقالها مثلا نفترض 3 سنين الاخرانيين ابتدت تنتشر بشكل كبير قوي، الناس ابتدت تعرفها، هي في الدول اللي بره ابتدت تعلى على الكوره، فيا ريت احنا في مصر نبتدي عندنا رياضات تانية كده الناس تبتدي تهتم بيها يعني.